السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناة حسام ميرح للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 20، وده يعتبر الدرس الثاني فرع حساب المثلثات لطلاب الصف الثاني الثانوي أدبي وعلمي. سبق وحلينا الدرس الأول في فرع حساب المثلثات وهو قاعدة أو قانون الجيب، وحلينا أسئلة اخطر والأسئلة المقالية والأسئلة المتفوقين، ونبهنا إن في أسئلة مقالية كتير ما فيش فيها افكار شبه اخطر فنركز عليها، لان المقال فيه افكار اكتر من اخطر بكتير، بالعكس في المتفوقين قلت لك في افكار جميله جدا وفي افكار موجوده في كتاب المدرسه فممكن تجي لك عادي في الامتحان جدا. كل ده هتلاقيه في قوائم التشغيل طلاب الصف الثانوي حساب مثلثات، هتلاقي ترتيب الدروس بتاعتنا سواء شرح او سواء حل تمارين من كتاب المعاصر باذن الله. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، تضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس باذن الله. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. قاعده جيب التمام او قانون جيب التمام، اول سؤال ممكن يجي في بالك استخدمه امتى يا باشمهندس؟ بنستخدم قاعده جيب التمام في حالتين رئيسيتين. اول حاجه ان انت تبقى عارف الثلاث اضلاع بتوع المثلث، يعني عارف قيمهم او عارف النسبه ما بينهم او اي حاجه بتدل على الثلاث اضلاع، تقدر تستخدم قانون جيب التمام. تمام، لو انت عارف ضلعين والزاويه اللي ما بينهم او الزاويه المحصوره ما بينهم، يبقى برضو في الحاله دي يا باشمهندس ممكن تستخدم قانون جيب التمام. تمام، طب ايه هو قانون جيب التمام؟ قانون جيب التمام هو قانون رئيسي بيتفصل لقانون تاني، يعني نقدر نقول قانونين، ولكن هي نفس القانون بنفصل منه القانون التاني. بمعنى لو انا عايز اجيب الضلع ألف شرطة، قلنا طالما الضلع ألف شرطة يبقى مقابل للزاوية ألف، ما تنساش الحاجات دي. هنا بقى في القانون كله تربيع، تمام، بيساوي مش دي ألف شرطة؟ حط لي بقى شرطة تربيع وجيم شرطة تربيع، أكيد أنت فهمت. يبقى طالما الضلع ده ألف بحط الضلعين التانيين، تمام، ناقص اتنين، مش ده بقى شرطة وجيم شرطة؟ يبقى مضروب فيهم بقى شرطة جيم شرطة. في الآخر خالص جتا الزاوية اللي أنا عامل لها في الأول، دي ألف شرطة يبقى هنا جتا ألف، وطبق القانون على الثلاث أضلاع. تمام، دي في حالة يا باشمهندس إن أنت بيبقى معاك الزاوية. تمام، طب لو أنت عايز الثلاث أضلاع أو معاك الثلاث أضلاع وهتجيب الزاوية، بنبدأ نجيب الجتا ألف بقى أو أيا كان هي جتا إيه. والله لما أجي أقول جتا ألف، خلي بالك أنا بالنسبة لي أدي ألف شرطة تربيع، لو وديت دول الناحية التانية ورجعت قسمت على ده يبقى هو ده هو اللي عمله. تمام، فاحنا ممكن نقول عبارة عن، بص مش دي جتا ألف؟ ادي باء شرطة تربيع زائد الجيم شرطة تربيع، تعال نودي الألف شرطة الناحية التانية هتبقى سالب ألف شرطة تربيع، لما تودي ده هتبقى موجب، طب اقسم لي بقى على ده اللي هو في الآخر اتنين باء جيم، هو برضه شرطة وهنا شرطة طبعا. تمام، يبقى القانون ده جاي من القانون ده، كل اللي عملناه ودانا ده الطرف التاني وبدأنا نقسم بقى، ودينا الألف الناحية التانية برضه بإشارة مخالفة، يبقى بقى شرطة تربيع زائد جيم شرطة تربيع ناقص ألف شرطة تربيع، وهنا اتنين باء شرطة جيم شرطة جتا ألف، طب أنا عايز جتا ألف بس فأقسم على اتنين باء شرطة جيم شرطة. ده بنستخدمه لما نكون عارفين التلات أضلاع، وده بنستخدمه لما نكون عارفين ضلعين والزاوية اللي ما بينهم. يبقى أنا كده شرحت لك إمتى نستخدم ده وإمتى نستخدم ده، لأن هيساعدك جدا في حل تمارين النهاردة. تاني قاعدة ويعتبر قلناها في قانون قاعدة الجيب، قلنا لو معايا زاويتين مجموعهم 80 وليكن زاوية س زائد زاوية ص بيساوي 180 درجة وأثبتناها، قلنا طالما الزاويتين دول يا باشمهندس متكاملتين يبقى جتا دي بيساوي سالب جتا دي، ودي برضه هنستخدمها في درس النهاردة كتير جدا. خلاص يا باشمهندس اتفقنا؟ تعالى بقى يا باشمهندس يلا نبتدي في حل التمارين بإذن الله، تمارين سهلة جدا وأسهل من الدرس الأول، أنا عايزك بس تركز معايا. بيقول لي في المثلث س ص ع، إذا كان بص أول ما تلاقي بسط ومقام اعرف إن أنت هتروح لقانون الجتا، يبقى مبدئيا كده أنت معاك قانون الجتا، طبعا بالحالة الكبيرة دي، يبقى هي يا جتا س يا جتا ص يا جتا ع، تمام. بتشوف عايز تعرف هي جتا مين؟ شوف الأخير ده مين؟ الأخير ده ع، يبقى دي بالنسبة لي جتا ع. طيب أنت مش عارف، تعالى كده نكتب القانون بالنسبة لجتا ع، يلا مش ده ع حط لي الضلعين التانيين، يبقى س شرطة تربيع زائد ص شرطة تربيع ناقص ناقص الضلع بتاع الزاوية دي اللي هو عين شرطة تربيع. شفت س وتحط ص؟ احطهم تحت، يبقى س شرطة ص شرطة وبعدين حط لي 2، يبقى ده القانون بتاع الجتا عين. لو بصيت على القانون ده هو نفسه القانون ده، يبقى الاختيار الصح طبعا هو جتا عين اللي هو الاختيار باء.
رقم 2 بيقول لي في المثلث س ص ع يكون ص شرطة تربيع زائد ع شرطة تربيع ناقص س شرطة تربيع بيساوي 2 ص شرطة ع شرطة. ما بالراحة كده، مش انت شايف ده؟ يبقى القانون ده بتاع مين؟ اللي قبل السالب دي س، يبقى حط لي جتا س كده وهتلاقي ادي جتا س يا باشمهندس. فاضل مين؟ فاضل ص و ع، يبقى ص شرطة تربيع زائد ع شرطة تربيع ناقص الزاوية بتاع الضلع ده او الضلع بتاع الزاوية دي اللي هي س شرطة تربيع على حط الصاد وحط العين، صاد شرطة عين شرطة، حط قبلهم اتنين. طيب هو الآية مكتوب ده كاتب لك البسط ده، طب ما كأنه ضرب طرفين في وسطين، لأن ده هيتضرب في واحد يبقى كأنه ضرب ده في ده. يبقى اللي هو كاتبه ده هيساوي اتنين صاد شرطة عين شرطة مضروبة في الجتا س. يبقى بالنسبة لي والله اتنين صاد شرطة عين شرطة مضروبة في يا باشمهندس في جتا س اللي هو الاختيار أ. بكل بساطة القانون انت بتحققه. تمام، تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي في المثلث ألف باء جيم جتا ألف زائد باء، قلناها برضو في الدرس الأول وحلينا عليها كتير. ايه هو؟ لعلمك ان ألف زائد باء يعتبروا بالنسبة لجيم متكاملتين. افهمني في الجملة اللي انا بقول لك دي، مش انا لسه قايل لك لو انا معايا زاوية ألف زائد زاوية باء بيساوي 180 درجة، يبقى جتا دي سالب جتا دي. طب لو معايا ثلاث زوايا، زاوية أ زائد زاوية باء زائد زاوية ج بيساوي 180 درجة، هو خد الألف مع الباء صح؟ طب ما هو أ وباء دول اعتبرهم زاوية واحدة وليكن مثلا س، يبقى س وج متكاملتين. طالما قال لك جتا أ وباء اللي هو جتا س يبقى بيساوي سالب جتا ج اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار باء بالنسبة لي. طب ما تيجي أثبتها لك، تعالى نثبتها. مش هو أ وباء وج 180؟ تمام، هو عايز أ وباء، حط لي زاوية أ زائد زاوية باء وادي لي زاوية ج الناحية التانية، يبقى 180 ناقص زاوية ج. حط لي جتا في الطرفين، أحط لك جتا في الطرفين، يلا. يبقى جتا زاوية أ زائد باء مفيش مشكلة، دي جتا 180 ناقص ج، تمام. الجتا في الربع التاني سالبة، أحط سالب، ال 180 ما بتغيرش، يبقى سالب جتا ج. يبقى بالنسبة لي جتا زاوية أ زائد زاوية باء بيساوي سالب جتا ج اللي هو الاختيار إيه يا باشمهندس؟ اللي هو الاختيار باء. وبالنسبة لك كده الموضوع خلصان. رقم 4 بيقول لي إذا كان أ باء ج د شكله رباعي، معايا أي شكل رباعي اسمه أ باء ج د، بيقول لي جتا أ زائد جتا ج. طب ما هو من خواص الشكل الرباعي الدائري، لأن هو قال لي رباعي دائري مش رباعي بس، إن أي زاويتين متقابلتين مجموعهم 180، يبقى زاوية أ زائد زاوية ج بيساوي 180 درجة. لسه قايلين طالما زاويتين ب 180 يبقى جتا الزاوية الأولى بيساوي سالب جتا الزاوية الثانية. طب هو بيقول لي جتا أ زائد جتا ج، والله يا باشمهندس شيل لي جتا أ دي وحط لي سالب جتا ج، مش بتساويها؟ زائد جتا ج عدده معكوسه بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يبقى الاختيار الصح طبعا هو الاختيار باء بيساوي صفر يا باشمهندس. خلاص الموضوع لحد دلوقتي زي ما انت شايف سهل جدا جدا. تعالى يلا نشوف اللي بعده. بيقول لي في المثلث س ص ع، بيقول لي 2 س شرطة ص شرطة، لو انت ركزت ده المقام بتاع القانون، تمام سيبه دلوقتي. بيقول لي جتا س زائد ص، انت ما عندكش جتا الزاويتين مع بعض، طب ما تركز لي، مش هو مثلث اسمه س ص ع؟ يعني معايا زاوية س زائد زاوية ص زائد زاوية ع كل دول يا باشمهندس ب 180 درجة. لسه قايل لك وركز، لان هو بيستخدمها كتير، هو خد الزاويتين دول مع بعض يبقى خد وحط لهم الجتا، يبقى انا بالنسبه لي جتا زاويه س زائد زاويه ص بتساوي سالب جتا الزاويه اللي ناقصه اللي هي زاويه ع. يبقى انا بالنسبه لي يا باشمهندس 2 اللي هو عايزه بقى 2 س شرطه ص شرطه، ودي طلعت معايا سالب جتا ع في سالب جتا ع. طب ما تيجي كده نكتب القانون بتاع الجتا ع نشوفه هو بيقول ايه. والله ادي جتا ع، مش المثلث اسمه س ص ع؟ خدت جتا ع يبقى فاضل لك مين؟ س شرطه تربيع زائد ص شرطه تربيع ناقص ع شرطه تربيع على 2 س شرطه ص شرطه، تمام. خلي بالك ده ضرب مش ناقص، خلاص، لان دي مضروبه بدي. لو جيت ضربت وسطين في طرفين هيحصل التالي، هيبقى 2 س شرطه ص شرطه جتا ع بيساوي س شرطة تربيع زائد ص شرطة تربيع ناقص ع شرطة تربيع. طب لو جيت بصيت هنا، هو في هنا إشارة سالب، يبقى أدخل السالب هنا وأدخل السالب على كل ده، فالسالب هيغير لي إشارة كل ده، يبقى السالب هيخش على ع تربيع هيبقى ع شرطة تربيع، هيخش على ده سالب س شرطة تربيع، هيخش على ده سالب ص شرطة تربيع. يبقى بالنسبة لي المقدار اللي هو عايزه هيبقى بالنسبة لي ع شرطة تربيع ناقص س شرطة تربيع ناقص ص شرطة تربيع اللي هو الاختيار ده يا باشمهندس.
خلي بالك من القاعده دي انه هيستخدمها، انت ممكن تودي العين الناحيه التانيه وبعدين تجيب جتا للطرفين وبعدين هيطلع لك سالب الجتا لان 180 ربع تاني الجتا سالبه زي ما عملت في الاسئله اللي فاتت. بس انت عود دايما نفسك طالما معاك 180 زوايا، لو هو خد زاويتين يبقى بيساوي سالب الجتا التالته على طول وانت مطمن. خلاص ده كده بالنسبه للسؤال رقم 5، وتعالى نشوف اللي بعده. السؤال رقم 6 بيقول لي في المثلث لام ميم نون في لام شرطه وميم شرطه وعليه نون، عاطلي ضلعين اللي هم لام ومين ناقص مين نون، يبقى هو عاطلي ضلعين والزاويه المحصوره ما بينهم. طالما ضلعين والزاويه المحصوره ما بينهم استخدم القانون الاول، ايه هو؟ استخدم الزاويه اللي هو نون شرطه بتاعت الزاويه، وغير ما يطلب منه نون شرطه انا هستخدم هنا لان انا عايز جتا نون في القانون. يبقى انا بالنسبه لي هستخدم القانون اللي هو نون شرطه تربيع. بص ركز لي بقى، نون شرطه يبقى فاضل ميم ولام، يبقى هو بالنسبه لي لام شرطه تربيع زائد ميم شرطه تربيع ناقص 2. بص لام شرطه وبعد كده الميم شرطه جتا الزاويه اللي احنا بنحسب عندها اللي هي جتا نون، تمام. لام شرطه بخمسه تربيع يبقى 25، ميم شرطه بسبعه تربيع يبقى 49 ناقص 2 في لام شرطه اللي هي 5 في ميم شرطه اللي هي 7 في جتا نون بالنسبه لي اللي هي جتا 60، يبقى جتا 60 اللي هي طبعا بنص، تمام. النص هيروح مع النص يبقى 5 و 9 14 معانا الواحد، 3 و 4 7 يبقى 74 ناقص 5 في 7 ب 35، دي هتبقى 14 ناقص 5 9 ودي هتبقى 4 4 ناقص 3 بالنسبه لي اللي هي ايه كده. خلاص دي هتبقى 6، 6 ناقص 3 ب 3 يبقى 39، يبقى نون شرطه تربيع بيساوي 39، يبقى نون شرطه بيساوي جذر 39. تعالى نكتب كده جذر 39 على الاله ونحول، هتطلع معايا تقريبا ب 6 و 2 4 4 اللي هي تقريبا 6 و 2 من 10 اللي هو الاختيار ألف بالنسبه لي يا باشمهندس. خلاص التمارين زي ما انت شايف مباشره وسهله جدا جدا. تعالى يلا نخش على السؤال رقم 7 ونشوفه بيقول لي ايه. بيقول لي المثلث س ص ع فيه س شرطه بالنسبه لي 5 سم، ص شرطه ب 3 سم، قياس زاويه عين، هعطيك ضلعين والزاويه اللي ما بينهم لان دي س شرطه وده ص شرطه، وهعطي لك عين ما هي دي اللي ناقصه بالنسبه لك. طيب عين دي بيقول لي 2 على 3 باي، طب ما تيجي نجيبها، يبقى قياس زاويه عين هيساوي 2 على 3 باي اللي هي 180 على 3 فاعل 1 على 3 فاعل 60، يبقى 2 في 60 بالنسبة لي ب 120 درجة، يبقى أنا عرفت إن قياس زاوية عين ب 120 درجة، تمام، حلو أوي يا باشمهندس. تعالى بقى نستخدم القانون، هو عايز عين شرطة، فأقول له والله يبقى عين شرطة تربيع هيساوي الضلعين اللي ناقصين س شرطة تربيع زائد ص شرطة تربيع ناقص 2 س شرطة ص شرطة، جتا بقى الزاوية اللي هو عايزها أو الضلع اللي هو عايزه اللي هو جتا عين، هيساوي 5 تربيع ب 25 زائد 3 تربيع ب 9 ناقص 2 في س شرطة بالنسبة لي اللي هي 5 في 3 اللي هي ص شرطة في جتا عين، طبعا جتا 120 اللي هي سالب نص، صح؟ جتا 120 في سالب نص، تمام؟ يبقى دي في سالب نص، الاتنين هتروح مع الاتنين، دي بالنسبة لي 34، سالب في سالب يبقى موجب، 5 في 3 ب 15، 5 و 4 9 و 3 1 يبقى 49، خد الجذر يا باشمهندس، يبقى عين شرطة هيساوي جذر 49 هيساوي 7 سم، يبقى أنا بالنسبة لي الاختيار الصح هو الاختيار الالف بيساوي 7 سم. السؤال اللي بعده السؤال رقم 8 بيقول لي في المثلث ا ب ج، لو كان قياس زاويه ا زائد قياس زاويه ب ب 120، طب ما انا عايز زاويتين، يبقى قياس زاويه ج بكام؟ والله يا باشمهندس 180 ناقص الزاويتين اللي انا عارفهم يبقى 120 بتساوي كام؟ 60 درجه. حلو، بيقول لي ا شرطه بكذا وب شرطه، وما انت معاك ج وعايز ج شرطه، خلاص يبقى معاك ضلعين والزاويه المحصوره ما بينهم تقدر تستخدم القانون، يبقى بالنسبه لك ان ج شرطه تربيع هيساوي ا شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع ناقص 2 ا شرطه ب شرطه جتا الزاويه اللي هي ج، تمام. ال ا شرطه ب 2 تربيعه ب 4 زائد الب شرطه هتبقى تربيع طبعا ب 9 ناقص 2 في 2 في 3 في جتا ج اللي هي جتا 60 بالنسبه لي اللي هي نص، النص هيروح مع النص، 4 و 9 يبقى 13 ناقص 2 في 3 ب 6، 13 ناقص 6 هيبقى بالنسبة لي 7، لما تاخد الجذر يبقى الجيم شرطة هيساوي جذر 7 اللي هو الاختيار ج بالنسبة لي يا باشمهندس، والموضوع منتهي. خلاص تمام، تعالى نشوف اللي بعده. بيقول لي في المثلث أ ب ج، إذا كان أ شرطة بكذا وب شرطة بكذا وأعطي له قياس زاوية ج، أول ما تلاقيه اعطيك زاويتين ضلعين سوري اللي هو ا شرطه وب شرطه والزاويه الثالثه المحصوره ما بينهم اللي هي ج، يبقى بالنسبه لي كده على طول اعرف اجيب ج شرطه، وانا لو جبت ج شرطه هعرف احسب المحيط بتاعه، تمام. يبقى ج شرطه تربيع هيساوي والله ا شرطه تربيع
زائد ب شرطة تربيع ناقص 2 أ شرطة ب شرطة جت الزاوية اللي هي ج، تمام؟ والله الألف شرطة بتسعة تربيع بواحد وتمانين، والباء شرطة بخمستاشر تربيع بمتين خمسة وعشرين، ناقص اتنين في تسعة في خمستاشر جتا الجيم اللي هي جتا 106. تعال نشوف الكلام ده كله بيساوي كام على الآلة الحاسبة. يبقى 81 زائد 225 ناقص افتح قوس 2 في 9 في 15 في جتا 106 في القوس الجتا وفي القوس الكبير، يطلع معاك كل الكلام ده ب 380 و42 من 100. بس خلي بالك ده الجيم شرطة تربيع، هاخد له الجذر، هيطلع معايا الجيم شرطة تقريبا ب 19.5 سنتيمتر. طيب كده جبنا الجيم شرطة بالنسبة لنا يا باشمهندس. أنا عايز المحيط، محيط المثلث هو مجموع أطوال أضلاعه، فاجمع لي بقى الأضلاع دي، يبقى 9 زائد 15 زائد 19.5. 9 و 15 دي 24، 4 و 9 يبقى 13 مع الواحد يبقى 43.5، اللي هي تقريبا لأنه بيقول لك قرب لي، هتبقى بالنسبة لي 44 سنتي، اللي هو الاختيار ايه يا باشمهندس؟ الاختيار ألف بالنسبة لي. خلاص تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعد. زي ما انت شايف الدرس والله سهل جدا جدا. بيقول لي المثلث ألف باء جيم مثلث فيه باء شرطة ب 2 سنتي، جيم شرطة ب 2.5، جتا ألف ب 2 على 5. وعطيك باء شرطة وجيم شرطة وعطيك جتا ألف، يبقى انت تقدر تجيب بالنسبة لك ألف شرطة. طب بيقول لك المثلث ألف باء جيم يكون ايه؟ ده كده بيحكم على المثلث بالنسبة لأضلاعه، يبقى انا لازم اجيب التلات اضلاع. زي ما قلنا نعرف نجيب الالف شرطه، يبقى الالف شرطه تربيع هيساوي باء شرطه تربيع زائد جيم شرطه تربيع ناقص 2 باء شرطه جيم شرطه في جتا الزاويه طبعا اللي هي جتا الف. باء شرطه تربيع 2 تربيع، او خليها بقى 2 تربيع زائد 2.5 تربيع ناقص 2 في 2.5 في 2 في جتا الف اللي هي 2 على 5. خلاص تعالى يلا نحسب الكلام ده كله على الاله الحاسبه بتاعتنا. 2 تربيع زائد 2.5 تربيع ناقص وافتح له قوس 2 في 2.5 في 2 في جتا سوري هنا بقى مش هعطي لي جتا، هو هعطي لي القيمة على طول اللي هي 2 على 5 اقفل القوس، يطلع لك الكلام ده كله طبعا ب 25 على 4. لو خدت الجذر يبقى الألف شرطة جذر ال 25 ب 5، وجذر ال 4 2 يبقى 5 على 2 ب 2.5. يبقى طلع لك ان الف شرطه ب 2.5 وانت عندك جيم شرطه ب 2.5، يبقى المثلث بتاعي ماله متساوي الساقين اللي هو الاختيار ب يا باشمهندس، والمساله خلصت. خلاص تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي في المثلث س ص ع، اذا كان س شرطه بيساوي ص شرطه فان جتا س، اول ما يقول لك قيم كده ويقول لك جتا س تكتب قانون الجتا س، تمام؟ مش دي الس؟ يبقى ص شرطه تربيع زائد ع شرطه تربيع ناقص الزاويه بقى اللي هي س شرطه تربيع على 2 في ده في ده، يبقى ص شرطه ع شرطه. طيب بيقول لك ان س شرطه بيساوي ص شرطه، يعني لو ربعتهم يبقى س شرطه تربيع بيساوي ص شرطه تربيع، تمام؟ طالما ص شرطه تربيع بيساوي س شرطه تربيع يبقى دول متساويين، عدده معكوسه يبقى هيطيروا مع بعض، صح كده؟ تمام. يبقى بالنسبه لي كده الجتا س اصبحت ع شرطه تربيع على 2 ص ع شرطه، ص شرطه. طب العين شرطه هتروح مع ع شرطه فوق، يبقى هيفضل ع شرطه بس فوق، ويفضل لي تحت 2 ص شرطه. يبقى بالنسبه لي ان جتا س هي ع شرطه على 2 ص شرطه اللي هو الاختيار ب بالنسبه لي. خلاص تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي في المثلث ا ب ج يكون جتا ا زائد ب، من غير ما تفكر بالنسبه لك قلت لك طالما معاك 3 زوايا قلناها كتير قوي قلنا هنستخدمها كتير، مجموعهم 180، هو خد زاويتين وادالهم الجتا، يبقى خد الزاوية التالتة ادي لها الجتا بس بالسالب، يبقى جتا ألف زائد ب بيساوي سالب جتا ج، تمام؟ طب هو أنت بالنسبة لك جتا ج بتساوي إيه؟ تعالى نكتب قانونها كده، والله جتا ج يا باشمهندس يبقى ألف شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص ج شرطة تربيع على 2 ألف شرطة ب شرطة، تمام؟ السالب هيخش ده على ده يغير لي البسط أو يغير لي المقام، تمام؟ براحة، بس أنت كده شايف المقام كله موجب، يبقى هو بالنسبة لك هيغير لك البسط. يبقى سالب جتا ج بالنسبه لك هتساوي بكل بساطه هيغير اشاره ده يخليها موجب، يبقى دي ج شرطه تربيع، ويخلي ده سالب يبقى سالب ا شرطه تربيع، ويخلي ده سالب يبقى سالب ب شرطه تربيع، والمقام زي ما هو 2 ا شرطه ب شرطه. فين الكلام ده بالنسبه لك؟ ج شرطه بالموجب، ج شرطه بالموجب اهي وهي وهي،
والالف والباء بالسالب اهي، اللي هي الاختيار ده بالنسبه لك. جيم شرطه تربيع ناقص الف شرطه تربيع ناقص باء شرطه تربيع على 2 الف شرطه باء شرطه، هو كده الاختيار ده اللي هو الصح يا باشمهندس. خلاص تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي قياس اكبر زاويه في المثلث الذي اطوال اضلاعه 3 و5 و7. خلي بالك هو ادالك الثلاث اضلاع يا باشمهندس، يبقى انا بالنسبه لي هستخدم القانون بتاع الجتا. ما احنا قلنا لو الثلاث اضلاع هستخدم قانون جتا بتساوي، لو ضلعين والزاويه المحصوره ما بينهم هستخدم الضلع بيساوي. تمام. طيب القياس اكبر زاويه طبعا بتقابل اكبر ضلع. تمام. سمي لي انا بالنسبه لي كده الضلع ده مثلا وليكن مثلا الف شرطه وده باء شرطه وجيم شرطه، يبقى انا هنا بالنسبه لي عايز اجيب جتا جيم، يبقى جتا جيم ممكن تكتبهم هنا الف شرطه باء شرطه جيم شرطه. تمام. يبقى جتا جيم بيساوي ايه؟ الف شرطه تربيع زائد باء شرطه تربيع ناقص الجيم شرطه تربيع على 2 الف شرطه باء شرطه. الكلام ده بيساوي والله الالف شرطه بالنسبه لي اللي هو 3 3 تربيع ب 9 زائد باء شرطه اللي هي 5 تربيع ب 25 ناقص جيم شرطه اللي هي 7 تربيع ب 49 على 2 في 3 في 5 اللي هي بالنسبه لي 30. خلاص تمام. بيساوي 9 و 25 يا باشمهندس يبقى 34 ناقص 49 يبقى بالنسبه لي هتبقى سالب 15 على 2 في 3 في 6 6 في 35 على 15 في 1 على 15 في 2 يبقى سالب نص. طبعا احنا عارفين من الاستاتيكا ان جتا الزاويه اللي هي بسالب نص يبقى الزاويه بتاعتي بكام؟ ب 120 درجه، يبقى بالنسبه لي زاويه ج بتساوي 120 درجه اللي هو الاختيار ده، او على الاله هتعمل شيفت كوزاين سالب نص هيطلع لك الزاويه على طول بكام؟ ب 120 درجه. السؤال رقم 14 يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ بيقول لي مثلث ا ب ج فيه باء شرطه ب 4 سم، ا شرطه زائد ج شرطه ب 17 و ا ناقص ج بيساوي 1. دي كده معادلتين في مجهولين يبقى اقدر احلهم، يبقى ا شرطه زائد ج شرطه بيساوي 11، وهنا ال ا شرطه ناقص ال ج شرطه بيساوي 1. اجمع لي كده ده هيروح مع ده، ا شرطه و ا شرطه يبقى 2 ا شرطه، 11 و 1 يبقى 12، اقسم على الاثنين يبقى ال ا شرطه بيساوي 6 سم. عوض لي في اول واحده يبقى 6 وكام يديك 11، يبقى الجيم شرطه بتساوي 5 سم. طالما يا باشمهندس بالنسبه لي كده انا معايا كل الاضلاع يبقى هستخدم قانون الايه؟ قانون الجتا. تعالى بقى نستخدم قانون الجتا وهات لي اي زاويه انت عايزها، وليكن تعالى نجيب جتا ا اللي هو بالنسبه لي اكبر ضلع، يبقى جتا ا بيساوي باء شرطه تربيع زائد جيم شرطه تربيع ناقص ا شرطه تربيع على 2 باء شرطه جيم شرطه. وخلي بالك هو كده بيحكم على المثلث بالنسبه لزواياه، ولو لاحظت كده هو جايب الباء والالف فاحنا هنحتاج نجيب الباء كمان، يبقى هنجيب الجتا باء، يبقى ا شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص الباء شرطه تربيع على 2 ا شرطه ج شرطه. خلاص تعالى يلا نشوف الكلام ده كله بيساوي كام. تعالى نحسب الحسبه دي الاول. باء شرطه تربيع احنا جبنا الباء اللي هي 4 تربيع ب 16 زائد ال ج شرطه اللي هي ب 5 تربيع 25 ناقص الالف شرطه اللي هو 6 يبقى ناقص 36 على 2 في 5 في 4. تمام. الكلام ده هيساوي 16 ناقص 36 سالب 20، ومعايا 25 يبقى يفضل لي 5، وهنا 2 في 4 ب 8 في 5 يبقى بالنسبه لي 40، يبقى 5 على 40 يبقى ب 1 على 8. سيبها دلوقتي وهنجيب الباقي الاول. تمام. بالنسبه لي الالف شرطه اللي هو هيبقى 6 تربيع ب 36 زائد الجيم شرطه ب 25 ناقص الباء شرطة بالنسبة لي الباء شرطة اللي هي 4 اللي هي 16 على 2 في 6 في 5، صح كده؟ تمام. هيساوي 36 ناقص 16 يبقى بالنسبة لي كده في 20، 20 و 25 يبقى بالنسبة لي 45، وهنا 2 في 5 ب 10 في 6 يبقى ب 60 على 15 فيها 3 على 15 فيها 4. تعالى بقى نجيب جتا ألف، هعمل شيفت جتا 1 على 8. هتطلع لي الزاوية بتاعتي يا باشمهندس ب 82 82 درجة 49 دقيقة وتقريبا 9 ثواني. تعال نجيب الجتا باء اعمل له برضه شيفت كوزين 3 على 4. طلعت لي الباء يا باشمهندس بالنسبة لي ب 41 درجة 24 دقيقة وتقريبا 35 ايه ثانية. طالما الزاويتين دول حد تاني يبقى اكيد التالت حد هيبقى بالنسبة لي المثلث حد الزوايا. بس في الاختيارات هنا هو مش كاتب حد الزوايا، هو بيقول لي هل هو منفرد؟ لا. هل هو قائم؟ لا. هل زاوية باء 2 قياس زاوية ألف؟ ده باء أقل من ألف يبقى لا، يبقى هي أكيد دال. بيقول لي ألف قد باء مرتين، أه ما دي 82 دي 41 يبقى دي أكيد ضعفاء، يبقى قياس زاوية ألف بيساوي 2 قياس زاوية باء اللي هو الاختيار دال بالنسبة لي. خلاص؟
تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي في المثلث ألف باء جيم بيكون جيم شرطة مضروبة في الألف شرطة جتا باء زائد الباء شرطة جتا ألف، تمام؟ طب ما تيجي كده يا باشمهندس نضرب ده في ده، أي نوزع الجيم شرطة على الاتنين، يبقى دي بالنسبة لي جيم شرطة ألف شرطة جتا باء زائد جيم شرطة باء شرطة جتا ألف. هنفك الجتا باء وهنفك الجتا ألف، يبقى دي جيم شرطة ألف شرطة مضروبة في، خلي بالك دي جتا باء، يبقى ألف شرطة تربيع زائد الجيم شرطة تربيع ناقص الباء شرطة تربيع على اتنين ألف شرطة جيم شرط زائد الجيم شرطة باء شرطة في جتا ألف. بالنسبة لي خلي دي في قوس كده، الجتا ألف بالنسبة لي اللي هي باء شرطة تربيع زائد الجيم شرطة تربيع ناقص الألف شرطة تربيع على اتنين باء شرطة جيم شرطة، تمام. الألف شرطة هتروح مع الجيم شرطة، ده هيروحوا كده مع بعض، وهنا الباء شرطة والجيم شرطة هتروح مع دي برضو يا باشمهندس، يبقى هيفضل لي ألف شرطة زائد جيم شرطة ناقص باء شرطة، وهنا باء شرطة زائد جيم، والمقام كده كده باتنين، يبقى أنا ممكن أوحد المقام باتنين وأجمع. الألف شرطة تربيع هتروح مع السالب ألف شرطة تربيع، جيم شرطة تربيع وجيم شرطة تربيع يبقى اتنين جيم شرطة تربيع، سالب باء شرطة هتروح مع الباء شرطة تربيع، الاتنين هتروح مع الاتنين يفضل لي جيم شرطة تربيع. يبقى في النهاية إن الناتج بتاعي جيم شرطة تربيع اللي هو الاختيار باء بالنسبة لي. خلاص تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي في المثلث ألف باء جيم إذا كان جا ألف على جا باء بيساوي اتنين جتا جيم. طب ما تركز لي كده، احنا خدنا من قانون الجيب، طالما جا على جا، لما يكتب لي جا ألف على جا باء هي هي ألف شرطة على باء شرطة نفس النسبة، يبقى بيساوي اتنين الجتا جيم، تمام. طب ما هي دي الألف شرطة على الباء شرطة هيساوي اتنين، ما تيجي كده نفك الجتا جيم اللي هو ألف شرطة تربيع زائد الباء شرطة تربيع ناقص الجيم شرطة تربيع على اتنين ألف شرطة باء شرطة، تمام. والله ممكن اخد الباء شرطة هتروح مع الباء شرطة والاتنين هتروح مع الاتنين، اضرب لي بقى طرفين في وسطين، ألف شرطة في ألف شرطة يبقى ألف شرطة تربيع، صح كده؟ بيساوي ألف شرطة تربيع زائد باء شرطة تربيع ناقص الجيم شرطة تربيع. الألف شرطة تربيع هروح مع الألف شرطة تربيع، ودي لي الجيم الناحية التانية يبقى جيم شرطة تربيع بيساوي الباء شرطة تربيع، خد لي الجذر ده طبعا متربع، يبقى الباء شرطة تساوي الجيم شرطة. يبقى أنا كده وصلت إن الباء شرطة بتساوي الجيم شرطة اللي هو الاختيار ألف بالنسبة لي يا باشمهندس. خلاص تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي إيه. السؤال رقم 17 بيقول لي في المثلث ألف باء جيم إذا كان ألف شرطة تربيع زائد باء شرطة تربيع ناقص جيم شرطة تربيع زائد جذر 3 ألف شرطة باء شرطة بيساوي الكلام ده كله، تمام. والله يا باشمهندس أنا لازم أفكر كده، أنا هفك مين؟ لو أنت جيت بصيت على السؤال ده يا باشمهندس هتلاقي بالنسبة لك ده كده بسط حاجة، بسط قانون الجتا جيم، لأن دي جيم شرطة صح؟ طب ما تيجي كده نجيب قانون الجتا جيم، آدي الجتا جيم بيساوي والله ألف شرطة تربيع زائد الباء شرطة تربيع ناقص الجيم شرطة تربيع على اتنين ألف شرطة باء شرطة. لو ضربت وسطين في طرفين هيحصل التالي، ده كده في واحد يبقى يفضل زي ما هو، ألف شرطة تربيع زائد الباء شرطة تربيع ناقص الجيم شرطة تربيع هيساوي الجتا جيم مضروبة في اتنين ألف شرطة باء شرطة. يبقى أنا ممكن أشيل كل الكلام ده وأحط اتنين ألف شرطة باء شرطة جتا جيم مكان كل الكلام ده، صح ولا إيه؟ تمام. يبقى بالنسبة لي اتنين ألف شرطة باء شرطة في الجتا جيم زائد الجذر 3 ألف شرطة باء شرطة بيساوي صفر، تمام. طب أنا عايز أخلص من الاتنين دول، خلي بالك دول مكررين، ممكن أخدهم عامل مشترك وأرميهم، يعني لو خدت ألف شرطة باء شرطة عامل مشترك هيفضل اتنين جتا جيم زائد الجذر 3 بيساوي صفر، وكده كده ده بيساوي صفر يبقى دول هيطيروا. تعال نودي الجذر 3 الناحية التانية، يبقى اتنين جتا جيم بيساوي سالب جذر 3، اقسم لي على الاتنين يبقى الجتا جيم بتساوي سالب جذر 3 على الاتنين. طالما الجتا جيم بتساوي سالب جذر 3 على اتنين يبقى قياس زاوية الجيم بيساوي كام؟ 150 درجة، اللي هو الاختيار ايه؟ باء بالنسبة لي. خلاص مسائل محتاجة بس تفكر فيها وتشوف شكل المسألة بتاعتك، تمام. في المثلث ألف باء جيم إذا كان قياس زاوية الجيم بتساوي 60 ألف شرطة تربيع زائد باء شرطة، ما احنا ده لسه جايبينه اهو في السؤال اللي فوق، مش هو ده هو ده بالظبط؟ اه، يبقى انا ممكن اشيله واكتب ايه؟ 2 ألف شرطة باء شرطة جتا جيم بيساوي كاف ألف شرطة باء شرطة. تعالى نختصر، ده هيروح مع ده وده هيروح مع ده، يبقى بالنسبة لي كده ان الكاف بتساوي 2 جتا جيم. طيب هو بيقول لي دلوقتي يا باشمهندس ان قياس زاوية الجيم ب 60 يبقى هيساوي 2 في جتا 60 اللي هي بنص، يبقى 2 في نص بيساوي كام؟ بيساوي 1، يبقى قيمة الألف بتساوي 1 اللي هو الاختيار ايه؟ جيم يا باشمهندس، والمسألة بتاعتي خلصت.
لازم باشمهندسين ودكاترة طبعا عشان الناس اللي بتزعل. انا والله متعود بس على كلمة مهندسين من الكلية، فما تزعلوش مني. يعني نركز في المسألة ونكتب الخطوات ونشوف شكل القانون اللي انا اقدر استخدمه عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لي. رقم 19 يا باشمهندس بيقول لي اذا كان ج شرطة تربيع بيساوي ألف شرطة تربيع زائد باء شرطة تربيع، الكل تربيع ناقص ألف شرطة باء شرطة، تمام؟ ما تيجي نفك كده ونشوف هيحصل ايه. الجيم شرطة تربيع بتساوي، هفك القوس، يبقى ألف شرطة تربيع زائد الباء شرطة تربيع، اتنين في الأول في التاني، يبقى اتنين ألف شرطة باء شرطة ناقص الألف شرطة باء شرطة، تمام. والله يا باشمهندس ده ممكن نصفيه، يبقى ده بالنسبة لي ألف شرطة تربيع زائد الباء شرطة تربيع، اتنين ألف شرطة باء شرطة ناقص ألف باء ألف شرطة باء شرطة، هيبقى واحد ألف شرطة باء شرطة. طب هي الجيم شرطة تربيع بتساوي ايه؟ ما تيجي نفكها. مش هي عبارة عن ألف شرطة تربيع زائد الباء شرطة تربيع، صح يا باشمهندس، ناقص اتنين ألف شرطة باء شرطة جتا جيم. طب ما الطرفين دول متساويين، يعني ممكن اشيل دي قصاد دي واشيل دي قصاد دي، تمام. يبقى بالنسبة لي طالما الطرفين دول متساويين يبقى انا ألف شرطة باء شرطة بيساوي الكلام ده، يبقى جتا جيم بتساوي ألف شرطة الباء شرطة على سالب اتنين ألف شرطة باء شرطة، انا قسمت ده على ده عشان اجيب الجتا جيم، تمام. دي هتروح مع دي وده هتروح مع دي، يبقى يفضل لي سالب نص. يبقى انا بالنسبه لي جتا ج بيساوي سالب نص، وقلنا دي مشهوره، يبقى قياس زاويه ج بيساوي كام؟ 120 درجه، اللي هو الاختيار د بالنسبه لي. خلاص تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 20. بيقول لي اذا كان في المثلث ا ب ج 4 ج ا بتساوي 3 ج ب 6 ج ج. الحركه دي كنا بنعملها في الدرس الاول في قانون الجيب، كنا بنقول لازم الاعداد دي ما نسيبش رقم جنبها، فبنقسم على الرقم اللي يقبل عليهم هما الثلاثه. 4 في 3 ب 12 تقبل عليهم هم الثلاثة، صح؟ يبقى هنقسم كل ده على 12، يبقى دي بالنسبة لي جا أ على ال 4 على 12 يفضل لي 3 تحت، وهنا الجا ب 3 على 12 يفضل لي 4 تحت، وهنا الجا ج 6 على 12 يفضل لي 2 تحت. وقلنا النسبة بين الجيوب هي هيها النسبة بين الأضلاع، يبقى أنا ممكن أقول إن أ شرطة إلى باء شرطة إلى ج شرطة بتساوي نفس النسب دي اللي هي 3 إلى 4 إلى 2. خلاص يا باشمهندس زي الفل. طالما معايا الاضلاع او النسب بتاعتها قلنا هنستخدم قانون الجتا، هو عايز قياس زاويه ج، بس خلي بالك من معلومه مهمه، دي نسب، يبقى لازم نفرض ثابت تناسب زي ما كنا في اعداد، فنقول دي ميم، يبقى الالف شرطه كانه 3 ميم، والباء شرطه 4 ميم، والجيم شرطه هي 2 ميم. طيب هو عايز قياس زاويه ج، يبقى استخدم قانون الجتا، يبقى جتا ج هيساوي الف شرطه تربيع زائد الباء شرطه تربيع ناقص 2 الف شرطه باء شرطه على، سوري ده هنا ده قانون الجتا، أ شرطة تربيع زائد باء شرطة تربيع ناقص ج شرطة تربيع على 2 أ شرطة باء شرطة، تمام. الأ شرطة اللي هو 3 م مربع يبقى 9 م تربيع زائد الباء شرطة تربيع اللي هي 16 م تربيع ناقص الج شرطة اللي هي بالنسبة لي 4 م تربيع على 2 في 3 م في 4 م، صح كده يا باشمهندس؟ هيساوي 9 و 6 16 25 ناقص 4 يبقى 21 م تربيع، وهنا 2 في 3 ب 6 في 4 يبقى 24 ميم تربيع، ميم تربيع هتروح مع الميم تربيع، يبقى جتا ج بتساوي 21 على 24. هعمل بقى الكلام ده، هو عايزها نسبة ولا عايزها عدد؟ لا عايزها رقم، يبقى شيفت كوزين 21 على 24 تطلع معايا الزاوية ب 28 و 57 زي ما انتوا شايفين، اللي هي تقريبا 29 لأنه هو عايز تقريبا لأقرب درجة، يبقى بالنسبة لي الاختيار بقى هو إيه؟ هو الصح بالنسبة لي يا باشمهندس. خلاص؟ هل في مشاكل لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي 20 سؤال ماشيين بسلاسه جدا وبسهوله جدا. تعال نشوف يلا مجموعه الاسئله اللي بعد كده. كده رقم 20 تمام، اللي بعدها هي 21. في المثلث ا ب ج اذا كان نص ج ا بيساوي ثلث ج ب بيساوي ربع ج ج، زي ما اتفقنا يا باشمهندس ما ينفعش نسيب دي، احنا عايزين المقام بس وعدد. طب ما هو مظبطها لك، ما نص دي يعني كانها ج ا على الاثنين، صح كده؟ تمام. وتلت يعني كأنها جا ب على 3 وجا ج بربع اللي هي جا ج على 4. النسبة بين الجهات هي النسبة بين الأضلاع، يبقى أ شرطة إلى باء شرطة إلى ج شرطة كأنها 2 إلى 3 إلى 4. قلنا أول ما نقابل نسبة نحط ثابت نسبة وليكن م س ك أي حاجة. يبقى أنا بالنسبة لي 2 م إلى 3 م إلى 4 م، تمام. هو عايز جتا ج، يبقى أستخدم قانون الجتا ج، يبقى الجتا ج بيساوي أ شرطة تربيع زائد الباء شرطة تربيع ناقص الجيم شرطة تربيع على 2 أ شرطة باء شرطة. يلا ربع للألف يبقى 4 م تربيع، ربع للباء يبقى 9 م تربيع ناقص ربع للجيم 16 م تربيع
على 2 في 2 م في 3 م زي الفل، هيساوي والله يا باشمهندس ده 4 و 9 13 ومعايا سالب 16 يبقى سالب 3 م تربيع. 2 في 2 ب 4 في 3 ب 12 يبقى دي 12 م تربيع. م تربيع تروح مع الميم تربيع وادي السالب، 3 في 4 يبقى سالب ربع. هو عايزها زي ما هي كده؟ ايوه عايزها زي ما هي، يبقى بالنسبه لي سالب ربع اللي هو الاختيار ج يا باشمهندس. وتعالى نشوف اللي بعده. السؤال رقم 22 بيقول لي ايه وركز معايا، بيقول لي المثلث ا ب ج بيساوي اذا كان فيه 5 ج ا ج ب. طب يا باشمهندس دلوقتي الجهات مضروبه في بعض فانا لازم اخلص منها. ايوه ما خلي بالك هنا واخد رمزين اللي هو ا وب ناقص مين؟ الجيم. طب هنا واخد الباء والجيم ناقص مين؟ الالف. هنا واخد الجيم والالف فاضل مين؟ الباء. يبقى اقسم لي على جا الف جا باء جا جيم تحصل على الجا جيم، صح كده يا باشمهندس؟ يبقى 5 ادي الجا الف جا باء بتساوي 6 جا باء جا جيم بتساوي 9 جا جيم جا الف. تمام؟ اقسم لي كده كله على جا الف جا باء جا جيم. جا الف جا باء جا جيم. جا الف جا باء جا جيم. تمام؟ الجا ألف جا باء، جا ألف جا باء هيفضل لي 5 على جا جيم بيساوي جا باء وده جا باء جيم هيفضل لي 6 على جا ألف، جا جيم وجا ألف، جا جيم وجا ألف هيفضل لي 9 على جا باء. خلي بالك متشقلبة أو معدولة هتفضل برضو النسبة بين الأضلاع هي نفس النسبة دي، يبقى أنا بالنسبة لي ألف شرطة إلى باء شرطة إلى جيم شرطة بيساوي، خلي بالك الألف شرطة اللي فوق الجا ألف اللي هو 6 والباء شرطة اللي هي 5 والجيم شرطة اللي هي 9. هنفرض ثابت تناسب يبقى ميم ودي 6 ميم الى 5 ميم الى 9 ميم. تمام؟ بيقول انا عايز قياس زاويه جيم، يبقى اضطر اجيب مين؟ جتا جيم. يلا جتا جيم يبقى الالف شرطه تربيع، اكتب لك القانون اهو عشان تتعود عليه، ناقص الجيم شرطه تربيع على 2 الف شرطه باء شرطه. تمام؟ هيساوي 6 تربيع ب 36 ميم تربيع، 5 ب 25 ميم تربيع، صح يا باشمهندس؟ تمام. ناقص الجيم، ده احنا هنا عكسنا، ما انا بقول كده برضو، دي كده الباء شرطه فوقها التسعه، يبقى دي التسعه ودي الخمسه، تمام كده؟ وهنا هيبقى 6 الى 9 الى 5 معذرة، خلاص؟ تمام. يبقى دي 36 تربيع، والتسعه لما تتربع هتبقى 81 تربيع، تمام كده يا باشمهندس؟ ظبطت. ناقص 25 ميم تربيع على 2 في 6 ميم في 9 ميم، تمام. والله 6 و1 7 3 و8 11 بيبقى 117 ميم تربيع ناقص 25 ميم تربيع 2 في 6 ب 12 في 9 ب 108 يبقى دي 108 ميم تربيع. 117 ناقص 25 يبقى 7 ناقص 5 2 و11 ناقص 2 9 يبقى 92 ميم تربيع على 108 ميم تربيع. ميم تربيع تروح مع الميم تربيع يبقى يفضل لي 92 على 108. هعمل بقى شيفت كوزاين 92 على 108 تطلع لي الزاوية تقريبا 31 و 35، هو بيقول لك قرب بالنسبة لي 35 ده هتزود يبقى 32 درجة، يبقى بالنسبة لي الاختيار باء هو الصح، خلاص؟ تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 23 بيقول لي في المثلث أ ب ج، إذا كان 6 أ شرطة بيساوي 4 ب شرطة بيساوي 3 ج شرطة، زي ما اتفقنا لازم ما أسيبش رقم جنبهم، فأنا هقسم على رقم بيقبل عليهم كلهم. والله دي 6000 شرطة بتساوي 4 ب شرطة بتساوي 3 ج شرطة. هنقسم على 12. والله ما نقسم على 12 يبقى 6 على 12 هيفضل لي 2 في المقام يبقى ألف شرطة على ال 2 هيساوي ب شرطة 12 على 4 في 3 هيساوي ج شرطة 12 على 3 في 4. يبقى أنا بالنسبة لي النسبة هي 2 إلى 3 على 4 هفرق برضه سالب تناسب اللي هو ميم يبقى الألف شرطة إلى الباء شرطة إلى الجيم شرطة هيساوي 2 ميم إلى 3 ميم اللي هو إلى 4 ميم. تمام تمام. بقول لك قياس اصغر الزوايا اللي هي بتقابل اصغر الاضلاع يبقى هو عايز بالنسبه لي زاويه الف، يبقى انا اقول له والله انت كده عايز جتا الف اللي هو عباره عن ب شرطه تربيع زائد الجيم شرطه تربيع ناقص الالف شرطه تربيع على 2 ب شرطه جيم شرطه. الباء اللي هي 3 لما اربعها تبقى 9 م تربيع، والجيم اللي هي 4 لما اربعها 16 م تربيع ناقص الالف اللي هو 4 م تربيع على 2 في 3 م في 4 م، صح كده؟ تمام. 9 و16 25 ناقص 4 يبقى 21 ميم تربيع، 2 في 3 ب 5 في 4 يبقى 20 ميم تربيع، دي هتروح مع دي يبقى 21 على ال 20. طيب هو عايز قياس الزاويه مفيش ادنى مشكله، شيفت كوزاين 21 على ال 20 في القوس في شيفت كوزاين 21 دي 2 في 3 ب 6 على 24
21 على 24 تمام كده، احول يبقى 28 و57، 28 و57 اهي، اللي هو الاختيار ايه يا باشمهندس؟ الاختيار ج بالنسبه لي. خلاص تمام، تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ا ب ج مثلث فيه قياس زاويه ا بكذا 60 درجه، ب شرطه الى ج شرطه، وكذا في مساحه الدائره المره بالرؤوس تساوي 147 باي سنتيمتر مربع. عايز محيط المثلث ا ب ج. طالما عايز المحيط يبقى انا مضطر غصب عني اجيب الباء الالف شرطه. تمام، انا معايا باء شرطه وجيم شرطه كنسب، ومعايا الف اللي هي الزاويه المحصوره ما بينهم، يبقى انا لازم استغل الموضوع ده. تمام، يبقى انا بالنسبه لي باء شرطه الى جيم شرطه بتساوي 5 الى 8. لازم افرض ثابت تناسب لان دي نسب، وليكن م، يبقى دي نسبتها 5 م الى 8 م. تمام، انا محتاج م الالف شرطه تربيع، صح؟ تعالى نكتب القانون بتاعه بيساوي ايه؟ ب شرطه تربيع زائد الجيم شرطه تربيع ناقص 2 ب شرطه ج شرطه جتا الف. تمام، الب شرطه اللي هي 25 يبقى دي 25 م تربيع، والجيم شرطه اللي هي 64 م تربيع ناقص 2 في 5 م في 8 م في جتا 60 بالنسبه لي اللي هي نص. تمام كده، تمام، جتا 60 اللي هي نص، الاثنين هتروح مع الاثنين. تمام، هيساوي 5 و4 9 و2 و6 8 يبقى دي 89 ميم تربيع ناقص 5 في 8 ب 40 وادي ميم تربيع، 89 ناقص 40 يبقى 49 ميم تربيع. يبقى انا لو عايز الالف شرطه اخد الجذر بتاع 49 ميم تربيع هيطلع لي 7 ميم. يبقى انا بالنسبه لي كده يا باشمهندس لو انا عايز اجيب الالف شرطه الى الباء شرطه الى الجيم شرطه ده نسبته 7 ميم، يبقى 7 الى 5 الى 8. يبقى انا كده دلوقتي يا باشمهندس قدرت اوصل بنسبه للاضلاع. تمام، طب انا عايز دلوقتي يا باشمهندس هو بيقول لك اعطيك معلومه اللي هي مساحه الدايره المره بالقوس، وانا اعرف عايز اعرف ثابت التناسب اللي هو مين. هرجع للدرس الاول، احنا عارفين ان اي ضلع على جا الزاويه بتاعته بتديلي 2 نق، وليكن لو قلت الف شرطه على الجا الف اللي هي الزاويه بتاعته بتساوي 2 نق. طب الالف شرطه اللي هو 7 ميم اهو، خلي بالك في نسب احنا لسه ما نعرفش طوله كام، على جا الف بالنسبه لي يا باشمهندس اللي هي جا 60 كل ده بيساوي 2 نق بالنسبه لي. تمام، تمام، لو عملنا كده يا باشمهندس 7 على جا 60 هيطلع لي 14 جذر 3 على 3، 14 جذر 3 على 3، وحط هنا الميم بيساوي ايه؟ 2 نق، على 2 فيها الواحد على 2 دي هتبقى فيها 7، يبقى دي بالنسبه لي كده 7 على جذر 3 على التلاتة، ممكن على الجذر تلاتة يبقى دي جذر تلاتة، يبقى بالنسبة لي كده إن نق بيساوي 7 م على جذر تلاتة. يبقى أنا كده يا باشمهندس قدرت أوصل لنق بدلالة م. تمام، بعد كده هروح، معلش المسألة طويلة شوية، هروح بقى أنا كده لقانون مساحة الدايرة لأن هو ده اللي هيجيب لي النسبة. هو بيقول لي في السؤال بتاعي إن مساحة الدايرة بتساوي تعالى المساحة اللي هي باي نق تربيع، أشيل بقى المساحة وأكتب 147 باي بتساوي باي في نق تربيع لما اربع، ده يا باشمهندس يبقى بالنسبه لي 49 م تربيع، جذر 3 لما تربع يبقى 3، الباي هروح مع الباي. تمام، تمام، هضرب بقى طرفين في وسطين، يبقى بالنسبه لي 3 في 147 بيساوي 49 م تربيع، يبقى م تربيع هتساوي 3 في 147 على 49. خلاص تمام، تعالى نحسب الكلام ده، 3 في 147 على 49 يطلع لي 9. يبقى انا طلع لي كده ان الميم تربيع بتساوي 9، يبقى الميم هتساوي جذر 9 يبقى هتساوي 3. يبقى احنا كده عرفنا ان النسبه اللي هي 3. طب ما انا لسه جايب لك الف شرطه ب 7، يبقى انا كده بالنسبه لي الف شرطه هيساوي 7 في 3 ب 21 سم، الباء شرطه هتساوي 5 في 3 ب 15 سم، الجيم شرطه هتساوي 8 في 3 ب 24 سنتي. بعد كده يا باشمهندس هو محتاج مني محيط المثلث، هقول له بقى خلاص محيط المثلث مجموع اطوال اضلاعه 24 و21 45 و15 يبقى 60 سنتي متر. يبقى انا كده وصلت لمحيط المثلث اخيرا، مساله طويله ومهمه، وطلع معايا بكام؟ ب 60 سنتي اللي هو الاختيار ايه؟ ده يا باشمهندس. وتعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي المثلث ا ب ج حد الزوايا، فيه ا شرطه ب 8، ب شرطه ب 5، ج شرطه قياس زاويه ج ب 60، عايز ا شرطه وب شرطه
ومعايا قياس زاوية ج، يبقى أنا أقدر يا باشمهندس أجيب بقى الأضلاع. تمام، يبقى أنا هستخدم دلوقتي قانون مين يا باشمهندس؟ هستخدم قانون ج الشرطة لأن معايا قياس زاوية ج. تمام، يبقى أنا أول حاجة هجيبها الج شرطة تربيع بتساوي أ شرطة تربيع زائد الباء شرطة تربيع ناقص 2 أ شرطة باء شرطة جتا ج. تمام، الأ شرطة اللي هو 8 تربيع ب 64، الباء شرطة ب 5 تربيع ب 25 ناقص 2 في 8 في 5 في جتا 60 اللي هي نص، دي أكتر مع دي. 4 في 5 بالنسبة لي 9 و2 و6 8 ناقص 8 في 45 يبقى 49. يبقى بالنسبة لي إن ج شرطة هتساوي جذر 49 هتساوي كام؟ 7 سنتيمتر. طيب أنت عاوز قياس الزاوية أ، خلاص هستخدم بقى قانون الجتا أ اللي هو بيساوي أ شرطة تربيع زائد الباء شرطة تربيع ناقص الج شرطة، أي سوري ده أ يا جماعة، باء شرطة تربيع زائد الج شرطة تربيع ناقص الأ شرطة تربيع على 2 باء شرطة ج شرطة. الباء شرطة بالنسبة لي اللي هو 5 لما يتربع يبقى 25، الجيم شرطة جبناها في 7 يبقى 49 ناقص الألف اللي هو 8 يبقى 64 على 2 في 5 في 7، صح كده يا باشمهندس؟ تمام، هيساوي كام؟ 5 و9 بالنسبة لي كده، أو 5 و9 تمام 14، ومعايا الواحد يبقى دي 74 ناقص 64، 2 في 5 ب 10 في 7 ب 70 يبقى 10 على 70 اللي هي 1 على 7. يبقى انا هجيب الالف بالطريقه دي، هعمل شيفت كوزاين 1 على 7 واضغط فواصل، يبقى هيدي لي 81 47 12، 81 47 12 اللي هو الاختيار ايه يا باشمهندس؟ الاختيار ب بالنسبه لي. وتعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. رقم 26 بيقول لي ا ب ج د متوازي اضلاع، ما تيجي نرسم كده عشان انت عارف ان انا بحب ارسم اهو. ادي ا ب ج ا ب ب 8 ماشي، باء ج ب 11 ماشي، من خواص المتوازي كل ضلعين متقابلين متساويين، يبقى دي ب 8 ودي ب 11. بيقول لي باء د ب 9، باء د ب 9 يبقى خلي بالك المثلث اللي فوق انت عارف الثلاث اضلاع، المثلث اللي تحت عارف الثلاث اضلاع، تقدر تجيب زوايا عادي جدا. تمام، طيب بيقول لك انا عايز طول ا ج، ا ج اللي هو القطر الثاني ده. طيب ركز لي بقى معايا، انا معايا هنا معلومه مهمه ان قياس زاويه ا زائد قياس زاويه ب بيساوي 180، من خواص المتوازي ان اي زاويتين متتاليتين مجموعهم 180، يبقى زاويه ا زائد زاويه ب ب 180 درجه. قلت لك لو زاويتين مجموعهم 180 يبقى جتا الاولى بيساوي سالب جتا الثانيه. تمام، يبقى انت يا باشمهندس كل اللي هتعمله لو جبت جتا ا هتعمل جتا ج بالسالب. تمام، ليه هتستخدم جتا ج بالنسبه لي يا باشمهندس؟ لان الضلع المقابل بالنسبه لها اللي هو هيبقى بالنسبه لي ا ب، وانا عايز الضلعين دول، يبقى ادي الباء اهي وادي الجيم بالنسبه لي، خلاص. تمام، تعال بقى نشتغل على المثلث الاول اللي هو هيبقى ا ب د اللي هو المثلث اللي فوق ده عشان اجيب جتا ا. يبقى في المثلث ا ب د هجيب مين؟ هجيب والله الجتا ا. خلي بالك انا بجيب جتا ا، يبقى باخد الزاويتين اللي شايلينها وربعهم، يبقى 8 تربيع زائد 11 تربيع ناقص الضلع المقابل ليها اللي هو مين؟ 9 تربيع على 2 في 8 في 11. تعال نشوف كده الكلام ده بيساوي كام. 8 تربيع زائد 11 تربيع ناقص 9 تربيع على 2 في 8 في 11 هيطلع معايا ب 13 على ال 22. خلي بالك انا كده جبت الجتا ا، ما انا اقدر اجيب الجتا ج، يبقى سالب جتا ج هيساوي سالب ده، يبقى سالب 13 على ال 22. خلاص تمام، هو عايز مني ايه بقى يا باشمهندس؟ ركز، احنا لسه ما خلصناش. هو عايز طول الالف ج، والله الالف ج ده اللي هو المقابل للزاويه ب، صح؟ يبقى اقول له الالف ج تربيع بيساوي، خلي بالك كاني بجيب للزاويه ب اهو الضلعين الحاملين، يبقى 8 تربيع زائد 11 تربيع ناقص 2 في 8 في 11 جتا الزاويه، خلي بالك جتا الزاويه اللي هي ب اللي احنا جبناها اصلا بسالب 13 على ال 22. وتعالى نحسب الكلام ده كله كده كده، ممكن نختصر وممكن خلاص نعملها على الآلة بقى. 8 تربيع زائد 11 تربيع ناقص 2 في 8، لا 2 في 8 في 11 في سالب 13 على 22، اقفل القوس يطلع لك كل الكلام ده ب 289. خد لي الجذر معلش، يطلع لي ب 17، يبقى يطلع لي كده الالف ج بيساوي كام؟ 17 سم. اللي هو الاختيار ايه يا باشمهندس؟ الاختيار د بالنسبه لي. تمام، مسائل جميله جدا وفيها افكار متنوعه بصراحه. السؤال رقم 27 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ا ب ج د شكله رباعي بس، ما قاليش دائري، خلي بالك. بيقول لي ا ب ب 22، فهنرسم اي شكل رباعي كده وليكن بالشكل ده كده.
ألف باء جيم دال. الألف باء ب22 سنتي، الباء جيم ب25 سنتي، الدال جيم ب18 سنتي، تمام. بيقول لك قياس زاوية ألف دال باء ب65، ألف دال باء، يبقى هنضطر نوصل القطر ده كده ب65. قياس زاوية دال باء ألف ب50، دال باء ألف ب50، تمام. طب ما تجيب لي الزاوية التالتة، والله أقول له قياس زاوية ألف هيتساوي 180 ناقص 50 و65 اللي هي 115، 180 ناقص 115 يبقى 65، يبقى ده 65، ده المثلث أصبح متساوي الساقين بالنسبة لي يا باشمهندس، صح؟ يبقى الساق دي قد الساق دي لأن دول زاويتين القاعدة، طب ما دي ب22 يبقى دي بكام؟ ب22، أصبح المثلث اللي تحت ده أنا عارف كل زواياه، وبيقول لي أنا عايز قياس زاوية د ب ج أهو، وعايز الزاوية دي، يبقى هستخدم بص طالما عايز قياس زاوية د ب ج، يبقى أنا يا باشمهندس أقول له جتا زاوية د ب ج، يلا. الأضلاع اللي شايلها يبقى 22 تربيع زائد 25 تربيع ناقص الضلع اللي في وشها اللي هو 18 تربيع على 2 في 22 في 25، والموضوع بالنسبة لك منتهي. تعالى يلا نحسب الكلام ده كله، 22 تربيع زائد 25 تربيع ناقص 18 تربيع على 2 في 22 في 25 يطلع لي ب 157 على 220، خد لي الجذر معلش، يبقى بالنسبة لي جذر الأنصر سوري دي جتا يا جماعة، لا هنرجع تاني، 157 على 220 ايه 220، ونعمل شيفت كوزين الأنصر بقى بالنسبة لي، تمام كده تطلع لي معايا الزاوية بالظبط، قياس زاوية د ب ج زي ما انتم شايفين كده، 44 درجة 28 دقيقة و6 ثواني اللي هو الاختيار ج بالنسبة لي، خلاص. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي في السؤال رقم 28 ا ب ج مثلث ا شرطة وب شرطة وج شرطة اعطيلي التلاتة، بيقول لي جتا ا جتا ب على جتا ا زائد الباء، طب ما واحدة واحدة كده يا باشمهندس، مش ده مثلث؟ اه لسه قايلين ان زاوية ا زائد الزاوية ب زائد الزاوية ج بيساوي 180 درجة، طالما خد الزاويتين الأولى ودول الدال الجتا اللي هو اللي تحت يبقى سالب زاوية التانية اللي هي سالب جتا ج، يبقى أنا ممكن أشيل المقام وأكتب سالب جتا ج، يبقى دي بالنسبة لي جتا ا جتا ب على سالب الجتا ج. طيب لو جيت بصيت كده في الاختيارات هتلاقي ان هو عايز قيمه ليهم، طالما عايز قيمه هضطر اجيب الثلاثه لان انا معايا الثلاث اضلاع، فهنضطر نجيب الثلاثه، يبقى انا يا باشمهندس هي طويله شويه ولكن مباشره جدا يعني، هجيب الجتا ا اللي هو بيساوي بالنسبه لي ايه من غير ما نكتب القانون بقى يا باشمهندس، ب شرطه تربيع او تعالى نكتبه عادي، زائد الجيم شرطه تربيع ناقص ال شرطه تربيع على 2 ب شرطه ج شرطه عشان ما نغلطش في الارقام، الباء شرطة تربيع اللي هي جذر 3 تربيع ب 3 زائد الجيم شرطة اللي هي 2 تربيع ب 4 ناقص الألف اللي هو جذر 2 يبقى 2 على 2 في جذر 3 في 2، صح؟ يبقى بالنسبة لي كده 3 و 4 7 ناقص 2 5، 2 في 2 ب 4 يبقى 4 جذر 3، تعالى نجيب الجتا باء هيساوي أ شرطة تربيع زائد الجيم شرطة تربيع ناقص الباء شرطة تربيع على 2 أ شرطة ج شرطة، تمام. هيبقى بالنسبة لي الألف شرطة تربيع اللي هو ب 2 صح؟ والجيم شرطة تربيع اللي هي 4 ناقص الباء شرطة تربيع اللي هي 3 على 2 في جذر 2 في 2، 2 و 4 6 ناقص 3 يبقى 3 على 4 جذر 2، كده جبنا الجتا باء، تعالى نجيب الجتا ج، أ شرطة تربيع زائد الباء شرطة تربيع ناقص الجيم شرطة تربيع على 2 أ شرطة باء الشرطة، الأ شرطة تربيع ب 2 باء شرطة تربيع ب 3 الجيم شرطة تربيع ب 4 على 2 في جذر 3 في جذر 2، 2 زائد 3 5 ناقص 4 1 2 جذر 3 بجذر 2 بجذر 6 يبقى 2 جذر 6. طيب بيقول لي بقى بيقول لي جتا ا في جتا ب، تعالى نضربهم في بعض، جتا ا اللي جبناها 5 على 4 جذر 4 جذر 3 هتتضرب في جتا ب اللي هي 3 على 4 جذر 2 يطلع لي الرقم ده، هقول له على وافتح قوس المقام اللي هو واحد او لا هيبقى سالب بقى لان دي سالب جتا ج، سالب واحد على 2 جذر 6، واقفل القوس يطلع لك بسالب 15 على 8، يبقى الاجابه بتاعتي او الاختيار الصح هو الاختيار ب سالب 15 على 8 بكل بساطه، تمام. السؤال رقم 29 يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز طول الضلع ج د، اول ما تعرف ان هو عايز ج د شوف الزاويه اللي في وشه وانت عايز تجيب الزاويه دي، طب ما بص كده على المثلث الثاني ده متساوي الاضلاع يبقى كل زوايا ب 60، طب ما هي الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتقابل بالراس،
طالما معاك دي يبقى تقدر تجيب الجيم ده على طول، يبقى الجيم ده تربيع. الضلعين اللي حاملين للزاوية يبقى 8 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 2 في 8 في 5 في جتا الزاوية اللي هي 60. جتا 60 طبعا بنص، النص هيروح مع الاتنين. 8 تربيع ب 64 زائد 5 تربيع ب 25 ناقص 8 في 5 ب 40. 64 ناقص 40 يبقى بالنسبة لي 20. إيه كام؟ 24، و25 يبقى 49. خد الجذر، يبقى الجيم ده هتساوي جذر 49 بتساوي 7 سم. الاختيار ب. خلاص، مسألة جميلة وسهلة جدا على فكرة. تعال نشوف اللي بعده. رقم 30 يا باشمهندس بيقول لي في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع، بحب أحط كل حاجة أنا عارفها. دي 6 يبقى دي بالنسبة لي 6، دي 8 يبقى دي برضه بالنسبة لي 8، دي 60 يبقى دي 120، وهكذا دي 60 ودي 120، لأن كل زاويتين بالنسبة لي متتاليتين مجموعهم 180، وكل زاويتين متقابلتين متساويتين، تمام. بيقول لي أنا عايز أ ج، عايز أ ج. طب ما أنا دلوقتي يا باشمهندس الأ ج أنا في المثلث ده عارف ده وعارف ده، خلاص. يبقى انا بالنسبه لي كده يا باشمهندس ركز معايا، طالما عايز ا ج يبقى اخد الضلعين الحاملين ليه، يبقى ا ج تربيع هيساوي 6 تربيع زائد 8 تربيع ناقص 2 في 6 في 8 في جتا الزاويه اللي هي جتا 120. جتا 120 بسالب نص، الاثنين هتروح مع الاثنين. 6 تربيع زائد 8 تربيع طبعا اللي هي بالنسبه لي 100، صح؟ تمام. سالب في سالب بموجب، و6 في 8 ب 48 يبقى دي 148. يبقى الالف جيم بالنسبه لك هو جذر ال 148، طبعا مش موجوده فهنختصرها، جذر ال 148 اهي اللي هي 2 جذر 37، يبقى بالنسبه لي 2 جذر 37 اللي هو الاختيار ب هو الصح. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس رقم 31 بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الشكل المقابل ا ب ج د متوازي اضلاع في قياس زاويه ا ب د ب 80، ا ب د ب 80، ب د ب 7، ب د ده ب 7 ماشي، ا ب ب 5 والله ده ب 5 يبقى ده برضه ب 5. فإن محيط متوازي الأضلاع، محيط متوازي الأضلاع مجموع ضلعين متتاليين في 2، يعني هات أي ضلعين ورا بعض واضربهم في 2 لأن كل ضلعين متقابلين مالهم متساويين. طيب دلوقتي يا باشمهندس لو أنا جيت بصيت كده على المثلث بالنسبة لي أنا عايز أجيب مين الألف د، طب ما أنا معايا 5 ودي 7 ومعايا الزاوية اللي ما بينهم، يبقى أنا بالنسبة لي الألف د تربيع، الضلعين الحاملين 5 تربيع زائد 7 تربيع ناقص 2 في 5 في 7، ده قانون الجتا يا جماعة عشان الناس اللي مستغربة، في جتا الزاوية اللي هي جتا بالنسبة لي كده 80، خلاص؟ تمام، تعالى بقى نشوف الكلام ده كله بيساوي كام؟ 5 تربيع زائد 7 تربيع ناقص افتح قوس 2 في 5 في 7 في جتا 80، اقفل القوس والقوس الكبير. هيطلع معايا ب 61 و 84، طبعا انا عايز الجذر بتاعه، هيطلع معايا ا د بيساوي 7 و 86 سنتيمتر اللي هو تقريبا 8، لان هو هنا بيقول لي لاقرب سنتيمتر فهنقرب ده يبقى 8، يبقى دي 8 ودي 8، خلاص 5 و 5 10 و 8 و 8 16، يبقى 10 و 16 26، يبقى المحيط بتاعي اللي هو الاختيار ب بيساوي 26. وتعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز الجتا ب، والله يا باشمهندس عشان اجيب الجتا ب لازم اكون عارف قياس زاويه ب، يبقى مبدئيا انا هوصل كده عمل، هوصل ا ج في المثلث ده، انا عارف الضلعين وعارف الزاويه اللي ما بينهم فاقدر اجيب ا ج. طب لو عرفت الثلاث اضلاع في المثلث ده اعرف اجيب ب، ما انت عندك حلين، يا تاخد الضلعين الحاملين والزاويه اللي ما بينهم هتجيب الثلاث اضلاع. طيب ما انا هجيب الضلع الثالث من المثلث ده وبناء عليه هشتغل في المثلث ده، يبقى انت كده صح. يبقى انا اول حاجه هجيبها والله يا باشمهندس ال ا ج تربيع، الضلعين الحاملين 3 تربيع ب 9 وبعد كده 4 تربيع ب 16 ناقص 2 في 3 في 4 في جتا الزاويه المحصوره اللي هي جتا 120 اللي طبعا اللي هي سالب نص، الاثنين هتروح مع الاثنين، 9 و 16 25، سالب في سالب بموجب، 3 في 4 ب 12، يبقى دي بالنسبه لي 37، يبقى ال ا ج هيساوي جذر ال 37، واعتقد دي ملهاش جذر. طيب يبقى انا كده جبت الالف ج، تمام. تعالى بقى نروح للشكل الثاني، انا عايز الوقت جتا ب، طب ما خلاص اقدر احسب الجتا ب، والله الجتا ب بالنسبه لي اللي هي الالف شرطه تربيع زائد الجيم شرطه تربيع ناقص ب شرطه تربيع على 2 الف شرطه جيم شرطه. الالف شرطه تربيع لو احنا ركزنا كده يا باشمهندس في المثلث ده اللي هو الضلع ده، ما هو الضلع المقابل لالف، يبقى الف شرطه، وده كده بالنسبه لي جيم شرطه، وده كده بالنسبه لي ب شرطه، خلاص. يبقى الألف شرطة تربيع اللي هو بالنسبة لي كده يا باشمهندس 36، صح؟ تمام. زائد الجيم شرطة اللي هو 25
ناقص الباء شرطة بالنسبة لي اللي هو جذر 37 لما أربعه يبقى 37 على 2 في 5 في 6. خلاص تعالى يلا نشوف يا باشمهندس الكلام ده بيساوي كام. 36 زائد 25 ناقص 37 على 2 في 5 في 6 هيطلع معايا ب2 على 5 اللي هو الاختيار ب بالنسبة لي. خلاص مسائل بنتعامل معاها والله واحدة واحدة، هي مش مفيش فيها حاجة صعبة، وبناء عليه احنا بنحل المسألة بكل سهولة. السؤال رقم 33 بيقول لي ايه، ركز معايا، بيقول لي ا ب ج ده شكله رباعي، فيه ا ب 8 ب ج ب 6 ب ب 90 د ج ب 5 جذر زاوية ا ج د ب 60، عايز مساحة الدائرة المرة برؤوس المثلث ا د ج، يبقى هو عايزنا نشتغل في المثلث ده. طيب عشان اجيب الدائرة محتاج نق، يبقى انا هروح لقانون الجاب اللي هي الزاوية على الجاب بتاعها يديلي 2 نق. تمام، واحدة واحدة، دي 6 ودي 8، والمثلث ده قائم من فيثاغورس، يبقى الضلع اللي هو ا ج ب 10 سنتي. تمام، المثلث ا د ج معايا 5 ومعايا 10 والزاويه اللي ما بينهم، يبقى انا اقدر اجيب الضلع اللي قصاده ده مبدئيا، يبقى انا هجيب ال ا د ايه تربيع. يلا الضلعين الحاملين تربيع، 5 تربيع ب 25، 10 تربيع ب 100، ناقص 2 في 5 في 10 في جتا 60 اللي هي بنص. حلو، النص هيروح مع الاثنين، يبقى دي 25 زائد 100 ب 125، ناقص 5 في 10 ب 50، يبقى الكلام ده يطلع 75، يبقى الالف ده هيساوي جذر ال 75، 75 دي اللي هي 25 في 3، وال 25 لها جذر اللي هو 5، يبقى دي بتساوي 5 جذر 3. يبقى انا كده بالنسبه لي جبت الالف ده. طيب زي ما احنا عارفين عشان اجيب النقط، يبقى بالنسبه لي لو انا جيت اسمي المثلث ده كده، الالف ده بالنسبه لي جيم شرطه، وده الالف شرطه، وده كده الدال شرطه. تمام، يبقى انا بالنسبه لي جيم شرطه على جا جيم هيساوي 2 نقط، ما هو جيم شرطة اللي هو الألف دال بخمسة جذر تلاتة، على جا جيم اللي هي جا ستين، جا ستين تقريبا بجذر تلاتة على اتنين صح؟ تمام، يبقى يساوي اتنين نق. ماشي، الاتنين ده تبقى فوق والجذر تلاتة هيروح مع الجذر تلاتة، يبقى العشرة بتساوي اتنين نق، يبقى النق بالنسبة لي 5 سنتي. يبقى أنا كده قدرت أوصل للنق. طب ما أنا كده أجيب مساحة الدايرة بكل سهولة، يبقى مساحة الدايرة هتساوي باي نق تربيع، هيساوي 5 تربيع في باي، 5 تربيع ب 25، يبقى الناتج بتاعي 25 باي اللي هو الاختيار ج يا باشمهندس. خلاص تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 34 بيقول لي ا ب ج د مستطيل، فيه د ج ب 6 وب ج ب 8. تمام، طالما مستطيل كل ضلعين برضه يبقى دي ب 8، وبالنسبه لي كده ال ب ده بكام؟ ب 6. ماشي، بيقول لي فان ا ه، خلي بالك هو عايز ال ه، يبقى عايزنا نشتغل على المثلث ده. دلوقتي يا باشمهندس انا عايز اشتغل المساله دي بالراحه جدا. تمام، مش انا المستطيل كل زواياه قايمه، ايوه يبقى ده قايمه ودي قايمه. تمام، والله دي 6 ودي 8، يبقى القطر ده ب 10. تمام، مبدئيا ايه؟ ماشي، طب ما انا اعرف اجيب جتا الزاويه دي. تمام، والله اقول له جتا زاويه ا ب د هتساوي مجاور اللي هو ا ب ب 6 على الوتر اللي هو 10 على الاثنين فال 3 على الاثنين فال 5. طب انت ليه جبتها؟ عشان اقول لك، مش انا عندي ان قياس زاوية ا ب د زائد قياس زاوية ا ب ه ب 180، مش دول على استقامة واحدة؟ اهو الزاويتين دول ب 180، وقلنا طالما زاويتين ب 180 يبقى جتا الاولى سالب جتا الثانية. اه يعني جتا زاوية ا ب ه انا كده عرفت ان هي بسالب 3 على 5. حلو قوي يا باشمهندس، طب ما انت عايز الالف ه، طب ما سهلة خلاص، الالف ه تربيع. ركز لي بقى، انا بالنسبه لي كده الضلعين اللي حاملين الزاويه، ما احنا جبنا ده 5 وده كده 6، يبقى 5 تربيع ب 25 و6 تربيع ب 36، ناقص 2 في 5 في 6 جتا الزاويه اللي احنا جبناها بسالب 3 على 5. تعال نشوف الكلام ده هيطلع كله كام. يلا 25 زائد 36 ناقص 2 في 5 في 6 في سالب 3 على 5، هيطلع لي الكلام ده كله ب 97. خلاص، يبقى الالف ه هيساوي جذر ال 97. موجود؟ اه موجود، اللي هو الاختيار ب. تمام، تمام، اللي بعده بيقول لي ايه، بيقول لي انا عايز قيمه جتا س. طب والله يا باشمهندس انا طالما عارف الزاويه، يبقى اخد الضلعين اللي حاملين ليه واستخدم القانون عادي جدا. تمام، يبقى انا هجيب مين؟ جتا الف، يبقى انا هستخدم جتا الف هيساوي الضلعين اللي حاملين تربيع، يبقى س زائد الواحد الكل تربيع زائد س الكل تربيع ناقص الضلع اللي قصادها تربيع اللي هو س زائد 6 الكل تربيع على 2
في الضلع ده اللي هو س، في الضلع ده اللي هو س زائد الواحد. حلو، يبقى جتا أ بالنسبة لي، خلي بالك دي 120، يبقى جتا 120 بسالب نص بيساوي، تعالى نفك ده، الأول تربيع بس تربيع، 2 في الأول في الثاني يبقى 2 س، الأخير تربيع بواحد زائد س تربيع ناقص. خلي بالك السالب هيغير كل الإشارات دول، ودول كلهم موجب فكلهم هيبقوا سالب، يبقى سالب س تربيع سالب، 2 في الأول والثاني يبقى 12 س، الأخير سالب برضه عشان السالب اللي دخل عليهم 6 تربيع ب 36، كل ده على 2 في س في س زائد 1. ممكن أشيل الاتنين دي مع الاتنين دي للتسهيل، تمام؟ س تربيع هتروح مع سالب س تربيع، هيفضل في البسط س تربيع 1، يبقى سالب نص هيساوي س تربيع. الاتنين س مع سالب 12 س يفضل سالب 10 س. ماشي، موجب واحد وسالب 36 يبقى سالب 35. وكده في المقام يا باشمهندس، احنا الاتنين دي راحت يا جماعه، يبقى دي واحد. س في س يدي لي س تربيع، س في واحد يدي لي موجب س. حلو، تعالى بقى نضرب وسطين في طرفين، تمام؟ يبقى س تربيع ناقص 10 س ناقص 35 هيساوي، اضرب ده في سالب يبقى سالب س تربيع، اضرب ده في سالب يبقى سالب س. السالب س تربيع تروح الناحيه الثانيه، يبقى س تربيع يبقى 2 س تربيع. السالب س هتروح بموجب س، ومعايا سالب 10 س يبقى سالب 9 س، وادي سالب 35، كل ده بيساوي ايه؟ صفر. ده مقدار ثلاثي غير بسيط، ما توجعش دماغك وروح للآلة، مود 5 3، حط العوامل 2 سالب 9 سالب 35، هيقول لك ان الس مره ممكن تكون ب7 والس مره ممكن تكون بسالب 5 على 2، وده مرفوض لان دي اطوال، ولكن السبعه مقبوله جدا. يبقى انا بالنسبه لي قيمه الس بتساوي 7، اللي هو الاختيار ا يا باشمهندس. خلاص بكده يا باشمهندس، يبقى وصلنا لاخر فيديو النهارده. احنا قلنا طبعا هحل تمارين اختر بس، وباذن الله في اقرب وقت هحل لك الاسئله المقاليه. الاسئله المقاليه طويله شويه، بس زي ما انت عارف هحلها لك كلها، ما تقلقش والله كل حاجه هتتحل. فاحنا ممكن احتمال كده بفكر احل لك الدرس الثالث اللي هو حل المثلث والحاله المبهمه، واحل لك تمارينه لان هي قليله جدا وسهله جدا اصلا، يعتبر شغل اولى ثانوي. فممكن اخلص لك الدرس الاخير بالكامل وبعدين ارجع لك للمقال بتاع ده، ويبقى قفلنا فرع حساب المثلثات بالكامل باذن الله. فما تقلقش، كل حاجه والله معمول حسابها، كل حاجه هتتحل. حتى لو درس نزل اختر، انا ما بكملش زي باقي الناس اختر كله وخلاص، عشان طبعا هو اللي بيتفاعل والناس بتدور عليه، لا، انا عارف الناس محتاجه المقالي، عارف الناس محتاجه المتفوقين، فبحل كله باذن الله، فما تقلقش. تمام كده وصلنا لاخر حصه النهارده، يا ريت لو انت استفدت طبعا تضغط لايك، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زرار الجرس وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا.